هاي يا بيبي، كنت عاوزني في ايه؟ الحقيقة نسرين، يعني أنا يعني مبسوط قوي بالفترة اللي احنا قضيناها مع بعض دي، بس أنا يعني بس انت مكسوف صح؟ والله يا بيبي انا اللي المفروض ابقى مكسوفه منك من امبارح. حقيقي مش مصدقه ان لسه في راجل ممكن يمضي على حاجه وهو ما يعرفش جواها ايه. لا يا نسرين، اصل ده حقك، انت مش عارفه انت عملتي لي ايه امبارح. ساعتها بس اتاكدت ان انت 100% بتحبني لما مضيت على 8 مليون جنيه بتوع القايمة. لا اصل خدي بالك، الحب بيصنع المعجزات. يعني 8 8 مليون؟ ايوه، ما تتصورش حبي ليك زاد قد ايه لما مضيت ومهمكش عشان انت واثق ان انت مش هتسيبني. 8 مليون جنيه؟ ايوه يا بيبي، 8 مليون قيمه القايمه اللي انت مضيت عليها. بس ما تخافش، دول ولا ليهم قيمه، دول بس في حاله الطلاق بعد الشر. يعني بعد الشر يعني؟ بس يا نسرين، لو انا مثلا حبيت اطلقك دلوقتي وقمت مطلع 100,000 جنيه، ها؟ مش ساعتها بقى يعني الفلوس لما بتبقى حاضره كده الكاش بقى بيتكلم ولا ايه؟ بيبي انت ماضي على 8 مليون، يعني هتدفع ال 8 مليون مش 7900 ولا 7800، 8 مليون. وبعدين غير السيره دي بقى بعد الشر علينا. المهم يا بيبي، كنت عاوزني في ايه يا شقي؟ شاي ايه بقى بعد ال 8 مليون؟ بعد اذنك. في ايه؟ انت كويس؟ انا هبقى كويس، بس انت كويسه قوي قوي. وديني يا مظل الخاتم، لو ما رجع لي نرجع فوق لك من تاني. خلاص بقى شيماء هيطلقها ويرجع. هو جيت اهو. ها؟ هاي وسيم، عملت ايه؟ وشه مكلدم اهو، شكله زعلان انه طلقها. او ما لحقش يطلقها. وتقول لي حمامه فلان. اخلص، طلقتها ولا لا؟ انا ما ينفعش اطلقها. ياه، حبيتها يا وسيم؟ حبيتها يا سمسم؟ حبيتها ايه؟ انت كمان اتنيلي. انا طلعت ماضي على نفسي قايمه ب 8 مليون جنيه. ايه؟ زي ما سمعته كده، 8 مليون جنيه لازم ادفعها لها الاول عشان اعرف اطلقها. وده بالخاتم ولا من غير؟ اتنيلي على عينك انت والخاتم، ده ب 11,000 جنيه. طب وبعدين؟ هنتصرف ازاي في الموضوع ده؟ ملهاش حل بقى غير ان حد فيكم يسلفني ال 8 مليون جنيه دي عشان يطلقها. انا مستعد اسلفك نص عمري واتجوزها. ايه؟ انا بقول اي كلام بس، وانا فاضل في عمري قد ايه عشان اسلف حد؟ كده يبقى لازم افضل اكمل لعب لغايه ما اجمع لها الفلوس. قصدك ايه؟ هتفضل مشاركني فيك لحد ما تجمع لها الفلوس؟ شش، اوعي تقولي كده، مستحيل اي حد يمس مني شعرايا طول ما انا على ذمتك. حافظ على نفسك يا مسلم. انا صايم نفسي كويس. مازو، انا محتاج لك قوي، احنا هنكمل لعب، كسبت انت كسبت انا، هاخد انا الفلوس. مين ده؟ ده انا هدوس على وشك اكتر من الاول، ده انت جيت على حجري يا فخد العرب. اقفله على الموضوع ده، الست جايه. الست جايه. منورين يا حبايبي، خدوا راحتكم خالص في بيتي. ايه ده نورك يا درة بنتي حبيبتي يا غالية، يا غالية قوي 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 حبيبتي. ماما ممكن تناوليني الحمامية اللي قدامك دي؟ دي مامتي أنا على فكرة، دلوقتي بقت مامتنا كلنا. ده أنت اللي بقيتي مامتنا كلنا. بعد إذنكم، بعد إذنك أروحي، مفيش حد هيخدمك بعد كده غير سمسم. حبيبي يا سمسم. شوف يا أستاذ مازو، إحنا عندنا هنا نوعين من الطلبة. نوع بيجي يلعب بفلوس الدروس اللي بياخدها، ودول ان شاء الله ربنا هيكرمهم عشان فتحوا لنا باب رزق ولقمه حلوه. ماشي. اما بقى النوع الثاني، دول اللي خايفين فعلا من الامتحان، واحنا ما ينفعش نخسرهم. منطق. عايزه ايه يعني يا تهاني؟ ما تخلصي. عايزه حد يقوم يدي حصه الجغرافيا اللي جوه عشان العيال عفنت. طيب ما تقولي كده. اهو سعدون جاي، خش اشرح الجغرافيا. يعني ما عندكش دم وقلت ماشي، كمان مش شايفني. حصة الكيمياء بهدلتني، عملت كام تجربة كده بهدلوني، انفجروا في وشي، بالذات آخر تجربة مش هنساها. فجرت فين؟ خلاص، بس أنت لسه صغير. خلاص خلاص، عصفورة خش أنت اشرح الجغرافيا. جغرافيا إيه؟ أنا طول عمري بسأل الجغرافيا، أنا أصلاً ما أعرفش إحنا فين. لا والله. تعلمت الشقاوة ها؟ ماشي، هخش أنا. بس مش هقعد نص ساعة، 10 دقايق واضربي إنذار الحريق. ماشي. ايش في ايه؟ طب قعدنا على الكرسي، بس يا رب اعرف اقعد. الانفجارات بقت كل مره تجيلي مفرقع من حصه الكيمياء كده. احمدي ربنا ان احنا خلفنا قبل حصه الكيمياء، الكيمياء بهدلتني على الاخر. انا عارف ان انتوا قلقانين عشان الامتحانات داخله، بس انا مش عايزكم تقلقوا، انتوا كل المطلوب منكم ان انتوا تعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا. ايوه بس احنا لسه ما عملناش اللي علينا، ولا حضرتك شرحت لنا؟
ولا احنا ذاكرنا. وحتى لو ذاكرتوا مش هتبقوا عملتوا اللي عليكم. درسنا النهاردة في حصة الجغرافيا هو كيفية عمل البرشام. ده قميصي في ثانوية عامة. الطريقة دي في الغش أنا اللي اخترعتها قبل امتحان الفيزياء ومتسجلة باسمي. عايز كل واحد فيكم يروح النهاردة ويكتب المنهج كله على ظهر قميص من عندي. ايوه بس احنا هنقرأ ازاي الكلام وهو مكتوب على ظهرنا؟ الغش تعاون. انت بتكتب المنهج على ظهرك عشان اللي قاعد وراك هو اللي يقرأ المنهج. لو حبينا لبعض الخير كلنا هننجح. شوف ده واجب عليا. ايوه بس انا يا مستر دايما ببعد في اول الصف. هغش منين؟ ده بنطلوني في ثانوية عامة. هتكتب المنهج كله على بنطلونك. وفي الطريقة الحديثة في الغش، كل واحد فيكم هيحط سماعة في ودنه وهيلبس حجاب فوق السماعة. كلكم عايزكم تلبسوا حجاب، حتى كريستين تلبس حجاب. طب واحنا يا مستر نتحجب برضه؟ لا، الرجالة هيلبسوا السماعة في ودنهم ويلفوا شاش على راسهم كأنهم متعورين. والسماعات موجودة في الكانتين عند مستر هاني، السماعة ب 150 جنيه. مستر موزو في ضيوف بره. مزمز مزمز. نعم. انت ليه مش عاوز تخلي شكشوكة تلعب معاك يا مزمز؟ انا حر، ما عنديش مكان في الفرقة وبتشائم منها، وبصراحة تاريخها معايا في اللعب ما كانش لطيف. واحنا ايش ضمننا ان شوشت مش هتطلع دبل ايجنز، يعني تاخد مننا المعلومات وتروح تقولها الوزين زلومة؟ انا اعمل كده؟ لا يمكن ابدا. وحياة شرف بسيوني ما اعمل كده. شرف بسيوني؟ شوشو مش هتلعبي معايا. خلاص براحتك. يلا بينا يا شكشوكه. رايح فين بس يا بسبوستي؟ هعدي على وزاره التربيه والتعليم. اصل وقعت في ايدي ورقه مكتوب فيها ان في مكان مخصص انه يبقى دار ايتام، متخصص دلوقتي انه يبقى مركز للدروس الخصوصيه. ما تظلمهوش يا بسبوستي، مش يمكن بيعلم الايتام فعلا؟ يعلم ايتام ايه؟ دي وزاره التربيه والتعليم مخصصه مكافاه كبيره للي يدل على مكانه. اصل في واحد موظف صاحبه كاتب تقرير وظيفي بيقول فيها انه مفصول من العمل لسوء السلوك، وانه ممنوع من الاقتراب من الاطفال والرضع. اقسم بالله ما انا صاحبك ده اللي قدم. فكرتني يا بسبوستي، تصور وانا نازله من على السلم اتكعبلت في ورقه كده. اسم الله عليكي، ان شاء الله اللي اتكعبل عدوينك حبيبي. ولو ان انت مالكيش عدوين. طلعت ايه بقى الورقه دي؟ طلعت كشف حساب. قلت يا حرام، تلاقي الضرايب دلوقتي دايخه عليه. اخ يا ريت تفكريني واحنا مروحين نعدي على الحي. لا وانت كمان ما تعرفش، ده حتى وصلت النت يا حبيبي سارقها من جاره اللي فوق اللي لسه ما يعرفش حاجة. بقى لو شركة الكهرباء عرفت انه سرق الطيار بسلك موصله من عمود النور اللي في اخر الشارع. ما تظلمهوش يا بسبوستي، مش يمكن العداد باسم مراته؟ لا العداد باسمه هو. ايه هي ناقصك؟ يعني انت شايفها ناقصة بتساعدهم؟ ولسه يا حبيبتي في العربية تلات شنط كلهم ورق مخالفات وسيديهات. قلت ايه بقى يا جوز بنتي؟ قلت يلعن. ايه يلعن ايه؟ يلعب معايا اللي عايز يلعب. يس تنوري الفرقة يا شوشو. ما كفايه بقى يا مستر وسيم، الراجل وشه سلخ. وشه سلخ؟ ده وشه نور. اخيرا ملامحه بانت. خلاص بقى يا مستر وسيم، دي سكسوكته. هي دي مش وسخه؟ لا دي السكسوكه. انا اسف معلش. امسك لفلي على الجست كله، عايزك تسلخ لهم كلهم. ها ماشي. ما دخلش اي حد من على الباب غير وانت عارف هو مين. ماشي. عايزك زي البوابه اللي هي المعقمه دي عارفها. يلا حاضر يا مساك، خش انت جوه. يلا حاضر يا مساك. يلا يلا يلا. عارف يا جميل؟ ايوه انا قعدت حسبتها امبارح كده، لو حطيت مرتبي على البونص على مكافاه نهايه الخدمه اقدر اطلق نسرين بعد 18 سنه. 18 سنه؟ 18 سنه بس الخطه تمشي صح. وليد ده ما يطلعش كل شويه. حاسس الوليد ده بيراقبني في كل حته، حاسس انه حافظ كل خطواتي، كتفه في كتفي، واقف جنبي، لابس بوندي. يا نهار اسود. انا مش عرفني ان انت مش وليد. ها؟ يا نهار اسود، انت بتشك فيا انا يا مستر وسيم؟ ايوه بشك فيك، قول لي حاجه ما حدش يعرفها غير انا. اقول لك. قول. اللبن بيجيب لك اسهال. اللبن بيجيب للناس كلها اسهال يا وليد.
قول لي حاجه ما حدش يعرفها غير انا وانت. اللي ما بيجيب لك السهل قوي 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 قوي. حبيبي يا جميل يا حبيبي، انا شكلي اتجددت ولا ايه؟ ولا يهمك ولا يهمك. الحمد لله رب. في حد جاي علينا؟ مين ده؟ انت مين؟ انا بسيوني، بسيوني الملط. الملط يبقى هو بسيوني. الحمد لله الحمد لله. كفايه وسيم شغل بقى، زمان مراتاتك مقطعين بعضهم عليك. مراتاتي؟ انا مش طايق البيت اصلا ومش قادر ابص في عيون اسراء. يا مسات الوسيم، يا مسات الوسيم، مسكت الراجل ده بره، شكله نضيف مش شبه اللي بيوردوا علينا. اكيد اكيد هو ده وليد الزفت. جيب برجلك. انت فاكر ان التنكر اللي انت عامله ده هيشيل علينا؟ انا مركب في عينيا دولم اشعه مقطعيه اكس راي. يا جدعان وليد مين؟ انا في حد بارك ساب لي الامانه دي وقال لي ما اديهالكش قدام حد. ده معاه كارت. استنى كده. ألف مبروك يا عريس، دول 300,000 جنيه نقطتك. شكرا شكرا. ربنا وصل وصل وصل، الاسكور وصل، النقطة عريس هنتنغنغ. أيوة بقى الفلوس جت. هو إيه اللي أيوة بقى؟ أنت يا ابني عايز إيه؟ أنت ما بتلعبش معانا أصلا. يا سلام. إيه ده؟ بقول لك يا مستر وسيم، اللي برشة كلها هتتلم علينا. أنا رأيي اللي إحنا نكنف الفلوس ونقسمها. ها؟ في ايه؟ بعد اذنكم يا جماعه، احنا عاملين اوفر جوه على عربيه الفول، تاخد واحد فول مع واحد طعميه ببلاش. اتفضلوا عربيه الفول جوه. اتفضل يا حاج فاضل. يلا عربيه الفول، يلا عربيه الفول. يا ريت بقى تقسم الفلوس وتدينا نصيبي. احنا مش هنقسم الفلوس دي. ايوه مش هنقسم الفلوس. انتوا ناسيين 8 مليون جنيه اللي عليا ولا ايه؟ انا عايز احط القرش على القرش عشان اطلق نسرين. ما تطلقهاش. ما ينفعش يا بسيوني، انا ما ينفعش اتجوز واحده هي مش مراتي اصلا. ما هي مراتك اصلا. لا مش مراتي، انا مراتي اسراء، بس انا ما بحبش غير اسراء. خلاص يا سيدي، خلي اسراء تحبك وحب انت اسراء ونسرين تحبك، ودينا فلوسنا عشان كلنا نحبك. 151 152 50 مية مية وخمسين. مش ممكن يا معا الكرسي ده لو متفخخ مش هيبقى عامل كده. ايه ده ايه ده وايه ده ايه ده ايه ده؟ حاطين كتاب تخشينه للكرسي؟ ايه الغباء ده؟ ما تجيبوا حد من الهندسه يعمله. حد من الهندسه ايه؟ انت عايز ايه؟ ما تجيب لك كرسي يا اخي جديد، ما انت عندك فلوس قد كده. فلوس قد كده ايه؟ الفلوس دي مش هتتصرف ان شاء الله. اشتغل واقف. اشتغل واقف؟ اشتغل واقف. ليه كده؟ ليه كده؟ عشان عايز الفلوس دي، ما انت فاهم اهو. صحيح. اهلا بيكم في اللعبه. مبروك يا وسيم على الجواز، عروستك قمر. جاهزين للمهمه الجديده؟ امبارح وانا بقرا في كتاب تحفه اسمه موسوعه جينيس، الكتاب ده متسجل فيه كل الارقام القياسيه لكل حاجه في اي حاجه، فقلت لنفسي ان انتوا مش اقل منهم ولازم تسجلوا نفسكم في الموسوعه دي. ده انتوا اللعيبه. وده بقى هيبقى من خلال المهمه الجديده. مطلوب منك او من اي فرد في فريقك انه يسجل نفسه في موسوعه جينيس. جينيس جينيس، احنا عاملين سكور. وما تتعبوش نفسكوا خالص، انا ليا حبايبي في جينيس، خليتهم يقدموا لكم طلب من اسبوع، وفي خبير من الموسوعه طيارته هتوصل 5 الصبح وهيعدي عليكم. صحيح جايزتكم المره دي 500,000 جنيه. باي. 500,000 جنيه؟ حلو قوي قوي. خبير لسه ما جاش؟ لا لسه يا مازو. وخلي بالك يعني انا ما نمتش خالص وقاعده مراقبه كل حاجه. وانا شاهد، والله انا شاهد. طبعا انت مبسوطه من اللعب معانا يا شكشوكتي. قوي 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 يا بسبوستي، حاسه كده ان انا عندي طاقه وفورمه، واول ما انزل هسجل على طول. طب بذمتك بذمتك انت هتلاقي الروح والتفاني والاخلاص ده في اللعب غير عند طارق حامد. تقعدوا تطبلوا لبعض، وبعدين الراجل ده بيلعب ضدنا، مش عايز اشوفك قاعده جنبه تاني. اوكي بص. خش. الخبير وصل. رني على مستر وسيم بسرعه. صباح الخير يا جماعه، صباح الخير يا مصر. جاي على نفسك ليه؟ ما كنت جيت الظهر احسن. معلش يا ايسو، انا كنت بنايم نسرين، يعني كنت مستنيها لغايه ما تنام يعني عشان اجي. حنين قوي. وبتبعت لنا الاجتماع عند مازو ها؟
وانزلي انتي يا قيسي وهاجي وراكي على طول. وتفضل عندها في الاوضه من 9 بالليل لحد 6 الصبح لحد ما طق واموت من الغيظ. اكيد كان بيطلقها. ما تبطل استظراف انت وهو، انا في ستريس مش طبيعي لو سمحت. انت ما جربتش تبقى متجوز اتنين؟ هموت واعمل كده. ما انت فعلا هتموت. تخافيش يا قيسي حبيبتي، انت ما شفتهاش في اوضه النوم من غير ميك اب. وحشه قوي قمر. قمر ما شاء الله عليه، انا ماسك نفسي بالعافيه. حبيبتي ما تقلقيش، انا ممكن ابقى معاها بجسمي اه، لكن قلبي وعقلي مع قيسي طبعا. بجد يا ويسو؟ بجد يا قيسي حبيبتي. لا بقول لكم ايه، انا مش عايزه تلزيق هنا في شقتي. عايزين تلزقوا روحوا شقتكم لزقوا فيها. نروح نلزق في شقتنا؟ ماشي، بس مش هينفع عشان نسرين هناك. بطلي فرك بقى وسيبك مني، مش عارفه انام. الخبير وصل. اتصلي بجميل بسرعه. السلام عليكم. ايه ده؟ متجمعين عند النبي؟ انا قلت اعدي عليكم، يعني احتاجتوا حاجه ارمي لكم الفطار احضر لكم الزبال. اوه اهو الخبير وصل. اتصل بموبايلي بسرعه عشان ضايع. لا ما انا مش هفتح. على فكره ثالث مره الباب بيخبط بتبقى متوقع انه الشخص اللي خبط مرتين قبل كده، لكن بيطلع الشخص اللي انت عايزه. تفتكر؟ انا مش فاكر حاجه من اللي انا قلتها. وانا مش فاهم حاجه من اللي انت قلتها، بس هفتح. لا انا مش عايز حاجه، ده في واحد بيسال عليكم ولا ماشيين؟ لا دخلوا دخلوا. اتفضل. سهيل باتا خبير موسوعة جنس الأرقام القياسية. عشان تفوت الموسوعة لازم تعمل شغلة من الاثنين، يا أما تكسر الرقم القياسي اللي مسجل عنا، أو أنك تعمل فكرة جديدة، فكرة تكون شخصية تجذب انتباه الناس، وبشرط أنك ما تتعدى القوانين. وهيدا آخر عدد من الموسوعة، اللي بحب ياخد فكرة. إيه رأيك؟ أول واحد يستلم الموسوعة ببقه. ها أدخل ولا إيه؟ أنت عايز تدخل جينيس عشان مسكت الموسوعة ببقك؟ ما الخرتيت بيعملها كل يوم. لا بقول لك إيه، طب ما يخش جينيس بقى عشان ده ألزق فيه السنة دي. إيه الاستظراف ده؟ دخلت أنا الموسوعة كده ولا إيه؟ لا مع الأسف انعملت قبلك، هتلاقيها بصفحة 718 حبيب جاي. هيدا مش بس استلمه بتمه، وأكله كمان. أكله؟ لا دي صعبة أوي دي. أنا بحب أذكركم إنه باقي 24 ساعة عبال ما طيارتي تتحرك من المطار. هيدا الكارت تبعي. كمان عمالة حبيب جاي. لا ممكن اتفضل. جنس ولا ايه؟ مش جنس. يلا بلش العد العكس. حمامة. ايه اللي ايه انت، ايه اللي انت عملته ده؟ اسرع اغنية في التاريخ 7 ثواني وايه كده، دخلنا الموسوعة ولا عادي؟ لا لسه في الهولندي فان دير مازن. ثانية واحدة يا ماما، بس هولندي ومازن، أمال لو كان بتاع شاورما كان هيبقى اسمه إيه؟ أبو مازن. عمل غنوة سنة 81 ثانية ونص. ثانية ونص؟ ده إيه التعقيد ده يا جماعة؟ ده الموضوع صعب قوي، وأنتوا أصلاً معدومين الموهبة. بقول لك يلا ساعدوه. إيه؟ ما تاكل مسامير. انا كان عندي واحد صاحبي وانا صغير بياكل مسامير. طب ما نبعت نجيبه بسرعه. نجيبه منين؟ ما مات هو بتاع مكان المسامير، مات في ساعتها. الله عليه. لا ما عندك الياباني اهو، ازاله جاله اكل علبتين مسامير سنه 81. ما ريح له باله بقى بعد ما كان. بقول لك يا مازن، يا عم زكريا انت تقول على طول الحقنا باي حاجه والنبي. هي زكريا اخرها الف ولا تي مربوطه؟ نعم. اصل انا بخلص ورق المعاش والمفروض ما يبقاش في اي غلطه. معاش ايه يا زكريا؟ ما تركز معانا في المهمه يا عم، وانا اللي بقول ان انت هتطلع لنا باي حاجه بره الصندوق. اركز معاكم في المهمه وانا ما اتركوش ولا ايه؟ ايه مش انا مش هلعب معاكم التحدي ده؟ يلا في ده. هي ومفيش اي اقتراحات جديده. ايه الدخله دي يا زكريا؟ عشان انا افكاري ما بتنفسش وبتعامل معامل الكومبارس في الفرقه. العبوا من غيري شوفوا هتكسبوا ازاي. انت بتعلي صوتك ليه يا زكريا؟ انت هتضربني ولا ايه؟ هات لي فكره واحده من الافكار اللي قلت لكم عليها وما اشتغلتش. قلت لكم على النكته بتاع الراجل اللي جه يقعد على قهوه قاعد على شاي اشتغلت. قلت لكم هات ناس يعكسوها وانت تدافع، وسيم سرق منك الفكره واشتغلت. بص العصفوره اهي حتى دي كمان قديمه واشتغلت. بس بقى يا جماعه اهدوا كده، امال دي أول مهمة ليا معاك ويحصل فيكوا كده؟ إيه شيطان ودخل بينكم؟ ده مش شيطان ودخل بينا، دي بومة ودخلت بينا. هو قصده عليك على فكرة. عارفة بس أنا بحب البوم. لا لا يا شوشيت معلش، سيبيهم بقى يعني يخلصوا على بعض عشان نشوف مين فيهم بقى الزعيم عشان نمشي وراه. يعني أنت عايز إيه دلوقتي يا زكريا؟ أنا مش عايز حاجة، أنا بخلص الورق بتاعي. شوف أنتوا بقى تلعبوا إزاي من غيري يا فشلة. قصده عليك. لا هنلعب من غيرك، ايه اللي هيمنعنا يعني؟
وخلي بقى الفلوس تتقسم على ثلاثة بس. عم تنيل واحنا بنشوف منك حاجة، ده انت مجوعنا. دي أحلى يوكة قوي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا مفيش، ده انا جيت اغير هدومي عندك هنا وماشي على طول. ماشي؟ عايز تنزل وتسيبني وانا في شهر العسل؟ هو ده شهر العسل اللي انت وعدتني بيه؟ عامل ايه يا نسرين؟ طب ما انت عارفاني من قبل الجواز تقريبا يوم. انا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. عارف؟ لا انا دلوقتي بقيت كمان من الشغل للشغل، بلف وارجع تاني. انا فاتح بيتين دلوقتي، الغرفه اللي انت فيها دي والغرفه بتاعت اسراء يعتبروا بيتين. ربنا معاك يا حبيبي، بس حتى لو قلت لك عشان خاطر نسرين. نسرين مين؟ نسرين انا مراتك. طب بص، لو مشغول بلاش يبقى شهر عسل، نخليه اسبوع، ايه رايك؟ يعني لا بس المشكله ما عنديش رصيد اجازات قوي يعني في الشغل ولا حتى يوم. نفسي في ساعه اصلا مش اكتر. انت عارفه يا نسرين، انا لو مقدم في موسوعه جينيس للارقام القياسيه هيدوني ريكورد اهبل رجل في العالم، ده لو اعتبروني رجل اصلا. جينيس مين؟ لا ده الشريك الاجنبي معانا في الشغل. المهم انت بس سيبيني بس النهارده. سيبيني؟ دي كلمه واحد يقولها لعروسته في شهر العسل؟ عموما يا وسيم، لو شايف ان انت اتسرعت في جوازنا مفيش مشكله خالص، لولا بس القايمه اللي انت مضيع ب 8 مليون جنيه كنت قلت ان انت مش متاكد من حبنا. مش متاكد من حبنا ازاي؟ ده انا بموت فيكي، معقوله تقولي كده؟ ده انت حبيبتي يا بنتي، ما تقوليش كده ابدا. انا بس سيبيني بس، ايه يعني هعمل لك موضوع شهر العسل، هعمل لك مفاجاه احسن، يبقى لذ كتير صح. يلا نامي انت بقى شويه. يلا بقى ساعدوني نط بقى. ايه عايز توقعني من فوق؟ انت جننت خلاص، عمال تزق في جاموسه. ايه يا اخي، هي اللعبه جننتك؟ ينعل ابو هطلك انت بموضوع الجن. في ايه يا سعدون؟ ما الراجل بتاع سريلانكا عملها عادي، نط من الدور العاشر ونزل عايش عادي. كان اسمه ايه يا شوشو؟ اسمه اهو محبات هاي. محبات هاي، ما هو كان اسمه محبات هاي قبل ما ينط، انما بعد ما نط بقى اسمه محبات باي. محبات باي احسن منك محبات باي؟ ايوه يا عم احسن مني ومن اللي خلفوني. حرام، انتوا عايزين تموتوني ليه؟ انت شايفها سهله؟ سهله جدا. طب ما تنطين. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان لازم اللي ينط يبقى بحرف السين. سعدون يا سلام. اقول لك حاجه يا سعدون، نط وانا حدي لك المكسب كله، او حدي للورثه يعني تهاني اللي هيتبقى حده له. ما تنط بقى يا ابني وما تغلبناش، خلينا نخش الموسوعه ونخش ننام. شوشيت، مالكيش انت دعوه بالموضوع ده، وحضرتك اتفضلي خش نام. حتى انت عايزاني اموت؟ عايزاني اموت ليه بس؟ انا عايز ربي يساعدونا. سعدون، هل انت متخيل مثلا ان انا ممكن اضحي بواحد صاحبي عشان اكسب؟ لا طبعا مش متخيل، انا متاكد. لا انا اكيد مأمنك تحت قبل ما اقول لك كده. تعالى بص. لا بص، تعال ما تخافش، تعال بص. لا بص، ايه ده؟ حاطط لك تحت مرتبه الماني 20 سنتي سوسته. ودي ليه؟ هتنط عليها هترجع لنا تاني. يا شيخ ده في احلامك بقى ارجع تاني، انت بتقول ايه؟ غريب، انت ماسك كويس؟ ايوه ماسك كويس يا سيمازو. نط بقى يا استاذ سعدون. مالكش دعوه يا مؤمن، مش هنط يا مؤمن. يا سعدون اهلا. ايه يا مازو، انتوا بتلعبوا من ورايا ولا ايه؟ لا يا حبيبي، فوق كده معايا، اللعبة المرة دي لعبتي انا، وانت المفروض تبقى الاسيستنت بتاعي. انت فين يا شيماء من الصبح؟ عمال اكلمك على التليفون واتصل عليكي وادور عليكي مش لاقيكي. يا حبيبي ما تعملهمش عليا. بقولك ايه، انا قتيلة، هلعب معاكم يعني هلعب معاكم. خلاص يا شيماء ما قلناش حاجة. بقولك يا شيماء، انت اللي هتكسبينا المرة دي بجد يا مصموزة؟ ازاي؟ بصي، في واحد في الموسوعة هنا قاعد في التلاجة 12 ساعة، كان اسمه ايه يا شوشو؟ تامر. كان اسمه تامر، ده قاعد في التلاجة 12 ساعة. انا عايزك بقى تقعدي اكتر من تامر في التلاجة. قاعد 12 ساعة في التلاجة؟ بس ايه؟ هتلعبي معانا وتكسبينا ولا هتتدلعي وتخسرينا؟ اهدالي عشان انت بتعور. اهدالي وريحني. تعالالي تعالالي ماشي وحضني. مش قادر. تعالالي وحضني. بتعمل ايه؟ مش انت اللي بتقول حضني؟ انا بقول له عشان يقعد يا حمار. طيب اهدالي، استنى تعالالي كده، تعالالي ريحني انت بالراحة. اقعد عشان تعبان. بالراحة عشان تعبان. اهدالي بس، اهدالي وما تقلقش قوي كده.
الخربوشتين اللي في دماغك دول يومين ثلاثة ويروحوا. يا ابني يومين ايه يا مكياج؟ تقلقش، حط بس دماغك في مية ساعة أو سخنة، المهم تحط دماغك في أي مية وخلاص. ها ناويين على إيه؟ هنفضل كده ولا شغلة ولا مشغلة؟ بقول لكم يا جدعان، إيه رأيكم نفتح مشروع؟ في حاجة في دماغك يعني ولا بتقول أي كلام؟ لا يعني ممكن نفتح مشروع مثلا مترو. مترو إيه؟ مترو أنفاق ولا مترو سوبر ماركت؟ لا مترو الأنفاق. نفتح مترو أنفاق؟ ايه انت متخلف يالا، انت عارف مترو انفاق ده بكم؟ كام يعني؟ بيتعمل ب2 مليار جنيه وبيجيب في الاخر 10,000 جنيه، انت عبيط ياض. طب نعمل طفطف صغير جنبه يمشي. مش هنعمل، انت مش هتعمل، احنا هنشتغل وانت تخرج وتلعب وتجري وتفرح بس. قول يا باشا ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ هقول ايه بعد كلام اتنين هطل زيكم؟ هنزل اشتغل زي زمان واكسب من عرق جبيني لحد ما ربنا يفرجها بقى. ربنا يفرجها، بس انت بحط دماغك في بتادين والنبي لحسن منظرها بقى مقزز قوي، التعاوير في دماغك اكتر من الشعر وعهد الله. والله بقى شبه البصلايا. خلاص يا عم تجيتش يا موكوس انت والمواكيس، وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ ايه السواريهات دي؟ انتوا كنتوا في حفله تفكريه ولا ايه؟ شوف يا اخي البني ادم اما يبقى ليه عين يتكلم. جولييت الحرم مع بنت القباطين. يا قبطان ولا دمي انا اللي اقول لها بس. ضحكت عليا العيال؟ انت مضحكه علينا مصر، عودي ساكت. ماشي خد يا اخويا، خد جواب ده جالك وانت بره. ايه يعني جواب ايه يعني؟ ده شكله ايطالي عليه النسر بتاع ايطاليا. ايه ده ايه ده؟ لو ايطالي ادهوني انا ترجم. طب خد كده فليط. ايه ده؟ لا ده ايطالي صعب قوي، مش سهل بتاعنا. لا مش سهل؟ مش عارف. يا نهار ابيض، لو اللي في بالي طلع صح. الجواب ده من ايطاليا على فكره. الله يحبك يا فراشه، ما احنا عارفين انه بالزفت بالايطالي، امال احنا جبناك ليه؟ مكتوب فيه ايه يا قاضي يا حاج؟ مكتوب انكم اتقابلتوا في مسابقه افلام وحسافر روما. خلاص 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 بس، خلاص 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 خلاص. وايه تاني؟ وحاطين كمان العنوان عشان تروحوا تقدموا ورقكم. خلاص 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 بس يا. امتى الميعاد؟ يوم 12. المعدة كان أول امبارح يا أغبية. لا حول ولا قوة إلا بالله، السفرية باظت باظت بسبب الغباء. نسينا إن احنا مسافرين. وفي كده صحيح التخلف ملوش مكان، قاعد بقى لي 20 سنة بلعب حديد إلا ما طلع لي عضلة غلط حتى. طب بلاش قرف بقى، قرفونا وركبونا الهم. فاضي اكلمك في موضوع مهم؟ لا ده انا فاضي قوي، ان شاء الله تحكي لي حدوته. حورس يا ابني، انت كبرت دلوقتي وعاوز اكلمك في موضوع مهم. عايز تكلمني في ان انا كبرت يعني؟ هنقعد بقى نحكي في سنين عمر عدت؟ طب ما انت كمان كبرت، افضحك دلوقتي قدام الناس واقول عندك كام سنه؟ انا عاوز اكلمك في موضوع مهم. يبقى قول موضوع مهم، انما كبرت بقى والشغل ده انا من لحمك ومن دمك وفاسك، ما ترميش الكلام عليا عشان ما نبوظ الدنيا. بصراحه كده عاوز اكلمك في موضوع الجواز. وانا برضو كنت عايز اكلمك في كده يابا، كويس ان انت فتحت الموضوع. انا عايز اتجوز يابا، عايز اشوف بنت مزه تدلعني وادلعها وتطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا. أنا مالي ومال مشاكلك والمزة اللي أنت عاوز تعرفها والطاقة السلبية اللي جواك؟ أنا عاوز أطلع الطاقة السلبية اللي جوايا. أنا عاوز أتجوز. أنت يابا؟ وأطلع أمك. تتجوز وتطلع أمي؟ أيوة. الاتنين؟ أيوة. أنا مش هاوي أعمل حاجة، أنا هقول لأمي بس. حورس، هقول لها أبويا عايز يتجوز ويطلعك الاتنين. بلاش يا حورس. شوف الجمرات ياما ياما، ابويا بقى جبار عايز يتجوز ويطلعك الاتنين يابا. تتجوز وتطلعها الاتنين يا اب يا فاسد يا فاشل. طب افرض قرايتك جت مع واحده صغيره تقول عليك كبير، تعزاك وسط الناس يا فاسد يا اب يا فاسد. عايز ايه؟
عايز تبوظ الدنيا يا ابويا واطلع زيك في الاخر انا واطلع مراتي واتجوز تاني يا فاسد. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الظروف اللي بتخلي الراجل مننا ينحرف. امال انت فين يا امال يا حبيبتي؟ امال حسنة قليله تملى بلاوي كتير يا امال. امال فين يابا اللي انت عامله في شعرك ده؟ انت هتطير ولا ايه؟ انت جيت بكتيريا كويس يا ابني. ايه يابا ده؟ ايه ده اللي انا شايفه ده؟ اوعى تكون استحميت يابا. ايوه يا ابني، عايز ابدا على نظافه. نظافه؟ طب مالك، في ايه اللي انت عامله ده؟ عايز اكمل نص ديني. معقوله يابا هتحج؟ يا ابني النص يعني ايه النص الحلو؟ ايوه اتجوز. يعني تتجوز يابا؟ احنا لاقيين ناكل يا ابني. ولاد الحلال كتير، ولاد الحلال كتير. امان امان، اوعى يا امان تنسيني. يا امان اوعى يا امان تسمع كلام. اوعى اوعى يا امان. ابويا اتجنن يا امان. اسمع كلامي انا يا امان. يا لهوي امان، انت فين يا امان؟ يا نهار اسود يا جزمة. اهو كده بقى غوافير مختلط. ما تيجي خد لك دقنك. فهمت بقى يا معلم بكر احنا عايزينك في ايه؟ خلاص فهمت بس الاول اطلبوا لي لبن. يا ابني دي رابع كوبايه لبن تشربها، انت بترضع؟ ايه يا عم هتنق على ولا؟ يا الله اكبر يا ابني. مش بينق، هنجيب لك كوبايتين مش كوبايه واحده. بس اعرف بس الاول ايه المطلوب. خلاص انا عارف والله انا اعمل ايه. حاجه سهله جدا اقسم بالله، يعني اديله بالشبشب في دماغه. حاجه سهله بسيطه جدا اقسم بالله. هو مين ده اللي هتديله بالشبشب بدماغه؟ ده الراجل قد الجاموسه، لو نفخ فيك هيموتك. عم غور ولا ما تالفش خطط يا افهم ايه المطلوب منك بالظبط. المفروض ان انت تروح تسحل الراجل وابنها هيتصرف في الباقي. يوه ولو انها اول مهمه ليا، بس كان نفسي تكون اصعب من كده. بس ماشي استبينا. ممكن يا معلم بكر يعني ننجز عشان انتصار وحشتني قوي. طب واللبن؟ يا عم هجيب لك معزه كامله ترضع منها. ماشي يلا يلا تعال. عيب ما تضربش يا عمو. ايه الطفل ده؟ تعال يلا بكتيريا تعال، ما تخافش يابا. لا انا بخاف من النبي يا عمو. هو فين؟ هو الراجل اللي عاجبني هناك ده، الراجل التخين ده؟ اه. تخافش تخافش هجيب لك حق. تعال معايا. لا لا يعني هات لي انت انتصار وانا هعمل اكني ببيع عيش. يا ابني ما تخافش يا ابني، انت ماشي مع بكر. تعالى ماليش دعوه انا بخاف، اقعد هنا اهو. ماشي بشوقك. السلام عليكم يا معلم. السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع كده يا معلم؟ ساب مراتك قاعدة مع عبده السباك لوحدهم في الشقة. لا ده أنا مراتي ماتت من زمان ياض. قول ياض. الحق يا معلم، أبوك بيموت في المستشفى يا معلم. أنا أبويا مات من زمان ياض. قول من وش ياض. الحق يا معلم، الزمالك جاب جوانا يا معلم، افرح يا معلم. يلا يا أهلاوي ياض. ماليش في الزمالك ياض. الحق يا معلم، محمد ماهر ينزل ألبوم جديد يا معلم. ما بحبوش ياض. قول من وش ياض. الحق يا معلم الحق، ابنك اتمسك ببانجو يا معلم. ما عنديش عيال يا. امال مين في البيت انت يا عم انت؟ انا قاعد لوحدي ياض. فين ياض؟ فين الشيشه ياض؟ ايه اللي جابك هنا ياض؟ معلش قول ياض. الحق يا معلم، خالي الجاله بوصيره يا معلم. انا خالي ياض ما شفتوش من رمضان اللي فات ياض. قول من وش ياض. استغفر عظيم يا رب. يا ابني خد ياض. يا ولد يا بك انتصار يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني يا ابوي وحشتيني. ينعرف اكلك يا ظالم يا ظالم. يا الله حبيبي. ايه عدي يا ابو زبا. خد الراضي كمان. حضرتك تقدر تقول لي يكونوا عادي يعني، ما بزعلش. اتفضل. اشمعنى لما يكونوا؟ حضرتك يا فندم عندي في خبرتي السابقه اللي بيأهلني لده.
حيث أني عندني في السي في بتاعي القبض على سياسي خطير إرهابي دولي مجرم إنجليزي إسرائيلي إرهابي مشترك وحاجات كتير تانية كده يعني مسقط نصها، وعملت كل ده يا فندم لوحدي. تفجير أحد المعسكرات للإرهابيين بمفردي بيدي العاريتين لمؤاخذة برضو لوحدي. حماية بعض الشخصيات السياسية الخطيرة تمام مثل السفراء والأجانب والسياسيين وأصحاب المطاعم. زي مين؟ أدوس بنزين. عيب يا فندم، عيب لما نبقى أولاد كار واحد وتحطني في اختبار جوه اختبار، مش هقول لحضرتك أكيد يعني. شايف نفسك إيه بعد 3 سنين؟ وزير الداخلية. يا سيادة يا سيادة اتبار يا سيادة يا سيادة يا سيادة اسمعيني وريحيني، ارجعيني وحضنيني، افهميني واسمعيني، تعاليلي وريحيني. ايه يا عم انت اللي انت بتعمله ده؟ يا عم انت ايه اللي جايبك منطقتي دي؟ طب اتكلم مين يا ده حموكش؟ بكلمك انت. طب مش كنت اخرس يا الاخرس بيتكلم والصغار بيكبر. ده ايه المعلومات اللي انت جاي بيها على الصبح دي؟ انت قاري مجلة وجاي ياض ولا ايه؟ يلا يا عم اتكل على الله من منطقتي يا عم. يلا منطقتك يا ياض يا هتل. يلا يا عم حرس اتكل على الله من هنا يا عم. انت هتعمل لي شنكل ابن شناكل يا لا 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 وفي الاخر هضربك برضو يا عم. يلا بدل ما مبوقتك انت كده طلعت بروستي اللي يا عم. يلا يا حرس بس يا ابني في ايه؟ انت فين يا ابني؟ وطي صوتك هتفضحنا يا ابني. اتاخرنا على البنات ساعه واقف مستنيك. مش بلبس. بتلبس في ساعه؟ انا بلبس في 10 دقايق وبقيت الساعه بظبط شعري. شعري يا ابني صعب جدا. كوكو طب يلا بقول لك ايه، انت عرفت صح عنوان السلم ولا ايه؟ ايوه قلت للواد بكر اديته 5 جنيه وهو قال لي العنوان. يلا اطلع انت بس. يلا نقابل البنات. يلا يا نهار اسود يا نهار اسود. بتعمل ايه؟ والله ما قلت لحد حاجه. استهبلوا يالا؟ عقلكوا المريض صور لكم ان انتوا تقدروا تستغفلوا كونه؟ والله ما بنستغفل. قلت لك اللي احنا بنعمله ده اصلا غلط. وانت انت حرس يا صاحب عمري بتخبي عليا كل ده. انا كنت هقول لك بس كنت هقول لك لما نوصل هنا. لا مش كونه اللي يتقال له هنا، كونه يتقال له هنا عند الموتوسيكل. عايزين تخرجوا وتتفسحوا مع نفسيكوا من غيري. لا والله كنت هعد عليك اخدك يا غبي. يا غبي انت زعلان عشان عايز تخرج معانا؟ تعال يا عم. تعال يا عم. بس عليكم والله العظيم نفسي اتكسر. لا 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 سلامه نفسك. الله يحبكم الله يحبك. انا كنت فاكرك زعلان عشان بس هتقابل مين؟ قول لي هتقابله مين؟ حد يا يلا دور يا باشا. لو هتقابله بنات انا عاجبكم قوي. اه والله. لا يا انتصار باظ. دي النيله هزيها انتصار عيانه يا اخي بقى. ما تكبناش بقى على عمشك. ما تكبناش بقى في الدنيا. افضل ازوق للسينما. اعمل بقى اعمل ارمي ارمي معيش حاجه ارميها. يا لهوي. شوفي بقى يا ست الحبايب يا حبيبه، ده كريم عشان الاشف. اشف؟ اطمني خالص ما فيهوش اي حاجه طبيعيه، كله كيميا. تحبي اهرهر لك وشك المره دي ولا نخليها النوبه الجايه؟ لا خليها النوبه الجايه، اجي لك بقى كده على رواقه وتظبطني كده حبه حبه. لكن دلوقتي ابو محمد زمانه راجع من الشغل. ابو محمد ده هبست قوي النهارده، ده هيرجعك ليله من 45 سنه. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ايه ده ابو محمد جه هنا؟ يخرب بيتك انت خليت راسي شوارع، لا بقت كره كفر ولا كره شراب. يبتلك بنصيبه ايه اللي عملته في دماغي ده؟ افهمي انا كنت بعمل لك قصه استاذ وائل الابراشي، طلعت معايا الاستاذ القرموطي. يخرب بيتك يخرب بيتك. كان يوم اسود يوم ما دخلت عندك المحل، كان يوم اسود يوم ما دخلت لك المحل الاسود على دماغك ودماغ اللي جابوك. يلا يا زلطه يخرب بيتك يا زلطه. البنت دي ولا فاهمه حاجه. يا اللي انت عملته في الست ده؟ يا بنت في ايه؟ في ايه؟ انت شايف عملت ايه؟ ولا حاجه عادي مش بتعلم، اخطاء البدايات. اخطاء بدايات ايه؟ دي كوارث
الناس ومصايب البدايات. ودي اللي كانت قاعده دي كانت ست؟ اه طبعا الست فاطمه تعلابه. تعلابه يعني ايه اللي جايه عيانه؟ اسكتي بقى. هو انا هعرف اخلص معاك؟ انا هعرف اخلص معاك؟ منك الله يا جزمه. والله العظيم ولا فاهمه حاجه. ده انا بعمل لك اسم للمحل. يا احنا جينا. ما تدخلنا بقى السينما بالموتوسيكل. مش يا ابني هي دي سينما الموتوسيكلات؟ قلت لك مفيش حاجه اسمها كده، كان في سينما السيارات واتقفلت عشان كانوا بيسحبوا رخص اللي يروح هناك. ماشي. انتوا تعرفوا يا علاء ان يمين وشمال ولا دخلت شغالين في السينما دي؟ والله ما كناش نعرف. ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ ايه الصدفه الغريبه؟ مش هتخش ببلاش يا حبيبي. ايدك على فلوس عشان اروح اقطع من قرايبي. لا بص، خش انت يا كونو وانا وحرس هنستناك هنا على الموتوسيكل. نعم؟ انت فاكرني نايم على وداني يالا ولا ايه؟ عايزين نخش جوه لوحدي السيما وانتوا تقعدوا تعرضوها بالموتوسيكل بره لوحديكوا؟ لا حبيبي انا عايز اعرضها معاكم. طب روح اقطع التذاكر وهنخش معاك. ماشي، اقطع على حسابي وبحسبكوا بعدين. ان شاء الله. ايه؟ ان شاء الله. ماشي. لا مؤاخذه يا اخويا، معلش معلش. معلش. بعدين يا حورس هنقابلهم ازاي؟ ما تقلقش هنخلع منه. قولي احبك. ايه ده؟ بص يا حورس الفيلم ده حلو قوي. ايوه ما هو باين، انت مش شايف السينما مليانه ازاي؟ ده مفيش كرسي فاضي يابا. بس ايه ده؟ بس الغوريلا بقى حكايه. غوريلا؟ غوريلا ايه؟ دي مش جرافيك؟ لا يا حبيبي ده حقيقيه. ايه ده؟ على فكره مفيش غوريلا. بطني مش قادر، حاسس ان بطني وجعان، انا هخش الحمام اشوف فيه غوريلا ولا لا. ماشي. يا نهار اسود. ايه؟ نسيت المعزه صف تاني. خليكوا انتوا الخسرانين بقى. ايه ده؟ الغوريلا هي يالا حورس؟ طلعت بجد؟ كده يا يسرى؟ عايزه تبيعيني وتتجوزي واحد غيري؟ امي موافقه عليها بكتيريا، اعمل ايه يعني؟ وبعدين مش عايزه اقول لك الواد طلع عنده ايه؟ الواد متريش خالص، طلع عنده عربيه ملاكي وشغاله تاكسي، انت بقى عندك ايه؟ عندي موتوسيكل وشغاله ودليفري. بقول لك ايه؟ امشي بقى وطرقني عشان انا في اكل عيش، يلا بقى مع السلامه. اكل عيشك؟ ايه هتعمل ايه؟ يلا يا جدعان النهارده الفيلم ببلاش. يلا ده في 10 رقصات جوه مالت والدنيا ولعه. اديني بس. خد يلا يلا. هات الفلوس يلا انت ورا. مفيش فلوس ببلاش، يلا كل سنه وانتم طيبين. يلا يلا خلي بالك بتاع الملاك ينفعك. يخرب بيتك. بقول لك ايه، بلا تاكسي بلا اتوبيس، ما تطلعيش بروسلي اللي جوايا. يعني اعمل ايه يا حرص يعني؟ يعني اي حد يقرب منك تبعده عنه عشان هشوه له وشه. خلاص يا اخويا بقى تيجي تقدم لي قبله. عايزين فشار. عايز ايه؟ عايزينك فشار. انتوا جايين السينما ولا جايين تاكلوا فشار؟ ايوه جايين ناكل فشار. مفيش! امشوا! بس يا ابني الله يخرب بالك هتوديني في داهيه. ايه رايك في الخناقه دي؟ انا عاملها عشان خاطرك، انا كنت ممكن اطلع اكل دماغهم. بس مش مستاهلة يعني. انت قلت لي ايه قبل الخناقة؟ تتقدم لي. طب بصي هخش اكمل الفيلم عشان في حتة بنت حرام هي أحلى حتة في الفيلم، وبعدين نشوف الموضوع ده. دي عشان بحبك. ايه ده أنت عرفت منين إني بحب المصاصة؟ لا أنا معرفش، دي أقرب حاجة لقيتها في وشي. سلام عليكم. ما إزاي الاتنين يتخدموا لنفس الشخص يالا يا بكتيريا؟ أيوة صح. أكيد مش هيبقى غالي لدرجة إن أخطب اتنين في نفس الوقت. يخرب بيت غباك، هو أكيد هيختار وكده كده واحد فينا هيتقلش. وإحنا ما نبقاش مقرطاسين كونه ملبسينه العمة ويجي واحد يقرطاسنا إحنا. لا يا عم يقرطاس مين؟ طب كونه ده بقى عبيط وإحنا عارفين. أنا هقتل العريس ده. انا ممكن اعرف اللي بتقولوه دلوقتي ده بجد ولا كان حته من الفيلم؟ دين 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 دين.
يا حلو لو تقابلني لن في الشارع الوراني لن طلع حس بقلبي دن ايه دي ولا مني والمعلم جزم عامل لي فيها تامر حسني كده ليه دن 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 دن. ايه حضن مين بقى؟ ايه يا اخويا ده؟ ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه، هو ايه اللي كل جزمه لازم لها النعل بتاعها عشان يعميها؟ ايه يعني مش فاهمه انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايزه نور من وجهك الحلو ده الرضا وتفهمني ده انا هظبطك، يعني نفسي اركب لك فرشه، المعك، اخيطك، امنجيك منجيه. ايه؟ تمنجهني؟ تمنجهني دي ايه يا اخويا؟ ما تبص لنفسك في المرايه يا مدهنن يا مكرش يا ابو فخده شبه سيخ الشاورما المحروق. انت واقف لوحدك ليه؟ لا ما شطفتني ومشي. انت عايز امشي من هنا ما فيش حاجه. فيش حاجه؟ طب وبالنسبة لسيخ الشاورمي؟ ماله؟ يعني كنت عايز منه سندوتش، يا ريت لو تعمل لي واحد. هعمل لك. ما انت لو جبت سيرة الشاورما دي تاني هعمل لك. أني عندي الحل. اوه حزام تخسيس أمريكاني. هيخسسك في الأسبوع بس 50 كيلو. 50 كيلو؟ ده حزام ناسف بقى يلزم. بس هو قال حبتين. مش اشكال. بكام؟ 2000. انا اشتريت. دولار. يعني يطلعوا كم عملة بلدي؟ يعني شوف بقى، دولار اليومين دول كل يوم في الطالع، يا تلحقني يا ما تلحقنيش. رد علي بسرعة، ولو امين هغير لك سيك الشاورمي وهنحط بداله فيتامين. ده انت حبيبي. وقف هنا يا. في ايه؟ على فكره يا جدعان انتوا بتقرطسوني وبتشتغلوني. ليه يا ابني بتقول كده يا ابني؟ والله العظيم احنا كنا بنتكلم على الفيلم. على الفيلم؟ والفيلم اتقال في كونو؟ انت بس ما كنتش مركز، ما شفتش الغوريلا وهي عماله تقول اوه نو اي ونت هونو. ايه ده؟ يعني الغوريلا قالت اسمي؟ يا حلوة يا ولاد. طب مش تقولوا بس اختم يا قدامة قدامة لحد هنا والكلام خلص عندي. جرى يا معلم جزمة، ما قلنا لك ودينا الحارة وهنديك فلوسك على الجزمة. ايه؟ ابو كونيه اخو البنيه. دي قصتك انت بقى. اختم يا قدامة عشان الكلام ده ما يتقالش هنا. الكلام ده عندها. عند مين؟ خالتك. مش هي كل مرة اللي بتيجوا وتنقذكوا وتمشيكوا قبل ما عزيكوا عزيبة؟ يا معلم جزمة، طب عايزنا نعمل ايه؟ نجيب لك العشرين ألف دول ازاي؟ نضرب يعني الأرض تطلع فلوس؟ تضرب الأرض بقى، تضرب مخدرات، تضرب شوكولاتة، ماليش فيه. قدامكم أسبوع واحد وتجيبوا الفلوس كده؟ ليه؟ اما عشان بس انا بدخل يا بس خلها دي. بقول لك ايه، انت كده طلعت بروست اللي جوايا. نزلنا بقى على جنب بالادب بدل ما ننزل غصب عنك وعلى اللي خلفوك. لا لا معلم حريص وعليه قله الادب. لا انزلك انت وبروسلي. ثانيه واحده اركن على جنب. والله ما خساره فيك ال 16000 درهم. بدله عظيم عظيم. يا عيني يا عيني، العروسه هتنبهر بيها ان شاء الله ان شاء الله. زغروطه حلوه رنت في بيتنا، زغروطه حلوه رنت في بيتنا، زغروطه حلوه.
سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ربنا يسعدك يا ابني ويهنيك يا حبيبي. يا رب يا رب. يحيى يا ماما تعرف هتعمل ايه النهارده؟ يا دي السؤال التقليدي بتاع الامهات ده. يا ماما هو انا مراهق؟ انا اتاخرت في الجواز يعني خبره بفهم، وبعدين انا نعم مسلخ بس العمر قدام. يا كلب يا قذر. يا ماما انت دماغك راحت لفين؟ انا مش فاهم حضرتك تقصدي ايه. انا قصدي لما تروح لها دلوقتي هتقول لها ايه؟ اروح لها الاوضه يعني دلوقتي؟ ايوه. هعمل ايه يعني؟ اخبط مساء الخير انجزها وننزل في حاجه تانية؟ لا ايه في حاجات تانية. ايه ماما؟ اول ما تدخل وتفتح لك الباب تقول لها ايه الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. الله اكبر عليكي. الوش البدر ده ربنا يخليك يا طيبة يا حنينة. يا ابني يا حبيبي الكلمة الحلوة بتأسر الستات، تفضل طول العمر فاكراها لك وتفتكر كده ان انت اول ما تدخل عليها هتقول لها كلمتين حلوين. يا ماما خلاص اكيد انا مش بلطجي اخش اتف في وشها يعني اكيد اقول لها كلمتين حلوين. بس انا هسألك سؤال، انت فرحانة يا ماما؟ عادي عادي. كده برضو يا يحيى؟ كده بوسي زعلانة. بص بقى انا عايزك تغرق لي الفرح كينيجي. اوكي ماشي. لو عندك يعني حط مفيش مشكله، بس لو عطلت ارمي لي كينيجي بقى. اوكي اوكي يلا انا هروح بقى هناك. كرملة يا ريس قول لهم بره يشغلوا الكاميرات كلها. يلا ليتس جو 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 موف موف موف. تشيتوس تشيتوس هل تسمعني؟ انت يا ابني ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا تشيتوس؟ ايه ده؟ دي محاولة اغتيال دي ولا ايه؟ تشيتوس هل تسمعني؟ انت يا نيلة سامعني؟ بص انا عايزك تركز معايا قوي النهارده، انا عايز اعمل فرح تاريخي. اوكي عايزك تاخدهم لي من اول ما يخرجوا من الاوض حتى لو دخلوا الحمام تنك وراهم، فاهمني؟ اوكي اكشن يلا توكل. This sound. يلا ماما. الرحيم يا كابتن انت معايا ايه؟ يعني احنا متشافين تحت؟ انت متشاف على الهوا يا عريس. الله يكرمك حبيبي. امي ابني امي ابني امي ابني. ايه امي وابني ده؟ ايه الفيك ده؟ طبيعي يا تشيتوس الله يخرب بيتك. خش لي بالملح والورد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يلا ده؟ ايه يلا؟ بيرشوا ملح من عين الحاسوب. طب ما يرشوا في عين الحاسوب بيرشوا في عين انا ليه اجري؟ يلا امشي يلا امشي. لا يا ماما الغي الموضوع ده. لا 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 اللي لا ده كل ده قطع تشيتوس من اول ما يخبط على عروسه. كلمتين حلوين ما تنساش. انا هعمل نفسي كده مش سامعه عشان الله يخرب بيتك. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ انا عارف يا اخويا في ايه؟ في حضرتك ايه ده؟ حضرتك واضح ان في سوء تفاهم يا ماما. خبط على الاوضه دي ليه؟ معرفش حضرتك ايه اللي مدخلك الاوضه دي لاوضه خطيبتي؟ هي العروسه ليها ماضي ولا ايه؟ احنا اسفين للازعاج معلش ده فرح وانا العريس بتاعها. اسف يا حبيبتي. فرح وعريس؟ مش كبير عليك شويه؟ يا كلب يا قذر يا طويل يا اهبل. ايه ده انت هتضربها ولا ايه؟ هو ده هو ده. اجري انت سامح انت سامح يا ماما. روح انت سامح. لو راجل خليك في اوضتك دقيقتين سامع. خلاص يا انكل مفيش حاجه. انا وامي دلوقتي دخلنا الغرفه بتاعه العروسه علشان نستقبلها وطنط اهي مامه العروسه. اهلا يا روح قلبي يا روحي. بركه بركه الله الف مبروك. سام فيلينج الحمد لله ان ربنا رزقني يعني مش عايز اقول حماتي مش عايز يعني رزقني بام تانية ام تانية. يا حبيبي نفس شعوري والله. امال العروسه فين حالا؟ مها ركزي يا عروسه هي اللي هتبيع. سيبك من اللي انا لابسه، ايه الفستان المسخره اللي انت لابساه ده؟ ايه ده يا طنط؟ في ايه يا طنط؟ مش شايف الفستان؟ الفستان ده ولا قميص نوم؟ قميص نوم؟ لا على فكره ده مش قميص نوم خالص، ده فستان بره وستايلش جدا كمان، وانا عايز انزل اتزفف جلابيه البيت. ما انا فستان يا ماما. دي
دي مغيبه ما ملوش لحمه باظت من كل صدرك. ايه يا ماما انا اسف. جرى ايه يا يحيى؟ ما كل البنات بتحب تلبس على اخر موضه عشان تبقى احلى واحده في الفرح. يعني عريان هو اللي بيخليها احلى واحده؟ طب ما كنت انزل انا بالبوكسر عشان ابقى عريس امور. لا 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 انت في البدله اللي انت لابسها طبعا. ما انت لابسها عندي فيا وانا قايله لك ما تلبسهاش. جيت تضحني يوم فرح يا يحيى؟ بعدين انت جاي تتجوز ولا جاي تتطاهر؟ انت جاهله، ايش عرفك انت بالبدله دي؟ دي 16000 درهم. وحشه البدله وحشه. محترمه يكفي انها محترمه، مش طالع بحاجاتي كلها على البشر. ايه التربيه دي؟ عايزها فضيحه يا جيتوس. اسم الله على الفستان اللي معرفتوش تكملوه وبتقولوا عليه ستايلش. على فكره فستاني بلدي جدا. بلدي بلدي. ايه يا ام بلد؟ الله الراتح اشتغل اهو. احنا لبسنا بلدي وشكلنا بلدي وحركاتنا بلدي. ايه ده ايه ده؟ نعم يا اختي. برافو يا تريزا. لا دي فاكره يعني ان انا ساكته ان انا مؤدبه؟ لا انا مش مؤدبه يا حبيبتي. ايه المستوى ده؟ عايزه اعمل ايه؟ الله يوريك كل يعني. اللي وشك مش باين من انهي دوله؟ ملوش في الورد عيب؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي هترقص لنا يا مام. ايه يا طنط الاسلوب ده؟ طب ايه يا رقاصه وانت خايب عملت ايه يا مام؟ رايح تتجوز لنا واحده من اخر الدنيا؟ تجمع الخامس دلوقتي باخر الدنيا؟ ليه؟ كنتوا بتيجوا ماشي ولا بتيجوا بتوك توك؟ ما تزعليش يا حبيبتي، اصل في ناس لما تركب الدايري تحسب نفسها بقت من المغتربين. انت عندك حق يا طنط. يلا ماما. اوعى انت كمان. انا ما اعرفك. اوعى ايدك بس. اوعى اوعى اوعى. في ايه؟ استنى. ايه؟ صلي على النبي. ورحمه ابويا يا ماما ورحمه ابويا. انا لو كنت كاتب عليها لكنت طلعتها في وسط الريسبشن وسحلتها على الارض. لا ايه يا عم الافوره دي كلها؟ ليه كل ده عشان ايه؟ انت ما شفتش اللي ليه؟ انت هتستهبل. لا ازاي انت هتستهبل؟ انت ما شفتش اللي حصل. بس حصل خير. بتتدلع عليك يعني ايه؟ اه يعني ايه اللي حصل؟ انا رايي خلت تتكلم صح. معلش معلش عادي. انت بتتدلع عليك ما فيهاش حاجه يا حبيبي. ماشي تتدلع بس تقول لي يعني عارف. لكن امر واقع انا بتخنق من الامر الواقع. لا انت صح معاك. واللي ضايقني اكتر بقى من الاول بصراحه انها اتريقت على البدله. تخيل. تخيل. اه تخيل طبعا. انا عيلك من الاول البلد دي هتعمل مشاكل بينك وبين مراتك. يا ابني يا حبيبي احنا بنهدي الجو وخلاص بقى. صلي على النبي وانزل صالحها وكان ما حصلش اي حاجه. خلاص هنبوظ الفرح. صحيح انا مش فاهم وايه اللي حصل يعني؟ حصل شويه. اه طبعا زودتها بس انا فرت مره واحده كده شطان بقى. معلش يا اخويا معلش. بقول لك ايه؟ هي كان كتفها العريان ولا صدرها؟ هو بصراحه الاثنين كانوا عريانين والبيت تحس تتاكل. انت يا زفت انت يا نيلة. يا ماما ده انت اللي فاهم. ايوه تجاوب بس مش بالاحساس ده. دي هتبقى مرات اخوك. وبعدين فرح هتلبس اللي هي عايزه تلبسه. تلبس مفتوح تلبس بتاع ما يجيش. مش جنب جوزها تتدلع على جوزها؟ ايه اللي حصل يعني؟ سبحان الله. ايه الهدايه اللي نزلت عليكي دي يا ماما؟ ده انت كنت مولعاها فوق. بوظ الفرح بوظ الفرح. واكسر بخاطر البيت. الناس يقولوا علينا ايه؟ ما نشيلش ذنب حد يا دنايا. حاضر حاضر. لا ان شاء الله مش هيبوظ وهيعدي على خير باذن الله. صحيح. صحيح. يوم يوم عسليه. هو اوله كده صعب اخره يبقى ليه سامح. معلش انت عارف. طب مؤاخذه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ تنزل وتصالحها وتجيبها كده وتقول لها معلش حقك عليا يا حبيبتي. انا اطلع يعني عادي. اه بس ايه ده كده الاول؟ خد نفسك كده. وايه ده؟ استهدى بالله. بس البنت عايزه اقول لك لسانها طويل يعني. احنا ما كنا بس بقى ماما صدقت دي يا ماما. نعلي صوتنا على حد ولا نطول؟ خلاص بقى يا خالتي عدي. روح ولا ما تسخنينيش تاني يا ماما. بعد التكلفه اللي احنا مكلفينها في الفرح دي. روح يا يحيى. روح. انت زي القمر كده. انت اللي محل البدله والله يا يحيى. ما تروح يا نيله بقى. انا عايزه اعدي من طرطقين ركابكم. اعدي منين انا وانا اعترضت؟ ده ايه اليوم العجيب ده؟ اكسب اخويا عنده حق. لا 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 خلاص انا مش عايزاه تلعبيه او بيقفش من العريان. احنا لا لبسنا شبكه عشان نديها له ولا كتبنا الكتاب. خلاص انا بس زعلانه على الفرح. هو احنا ما ينفعش نكمل الفرح از بارتي عادي وبعدين نشوف هنعمل ايه؟ قصدهم. يلا يا ماما حبيبتي. يلا يا مام. يلا نروح البيت نتفرج على التلفزيون. احنا ما صدقنا خلصنا. والمعازيم والناس اللي تحت مالين القاعه. مش منطق برضه. يعني ايه تجوزيها واحد وترميها الرميه دي عشان خاطر تجاملي اصحابك وقرايبك؟ يوه ما خلاص بقى. انا كبرت وخرجت من سجني خلاص وبقيت عروسه قد الدنيا وانا من هنا ورايح اللي اخد كل قرارات حياتي. ممكن تهدي بقى شويه عشان وشك بدا يورم تاني. يا رب يا ساتر. استاذ اكسم. طنط ام اكسم. مها. يا عم اتفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا. كويس قوي يا حبيبي انك انت جيت دلوقتي عشان انت هتتظبط حته ظابطه. ليه ليه اتظبط ليه؟ ملهاش اي لازمه ولا ليها لزوم. انا جايب نيه خير والله يا طنط. ماما بعتتني وقالت لي دي لحظه شيطان ونتوكل على الله ونهدى كده. يلا بقى انجزوا عشان نلحق نتنيل. نت ايه؟ نتزفت. نتزف يا استاذ اكسم. يلا يا معا. استنى بس هتتزف على اختي بالفستان العريان ده؟ لا مش عريان والله. انا شايفه ستايله جميل عاجبني بصراحه.
انا موافق. عجبك الفستان اللي مطلع على حنها كله في الشارع؟ اذا كان انت وافقت عايزنا نعمل ايه؟ يلا يا ماما يلا. ثواني بس، هتنزل تحت في القاعه وتفرج الناس كلها عليها كده بص من غير كتاف. بص لو مشلوله هنزل بيها وهتجوزها. زق معايا اليوم ابوس ايدك يا استاذ اكسم وفرفش كده. يلا يلا. ما كانت كرامتك نقعها عليك من شويه. كانت انت لسه قايل كانت. يلا يا ماما بقى يلا. يلا يا حبيبتي قومي العريسي. ودي يا عمال، انت متاكد يا ودي ان دي القاعه بتاعه الفرح؟ ايوه يا ماما هي دي اللي عمتي قالت لي عليها. امال انا مش شايفه حد من قرايبنا ليه؟ ما داهيه يكونوا غيروا قرايبنا يا ولا. اهلا اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ نورت حضرتك سعاده الباشا. اهلا وسهلا. خالتي خالتي ايه يا زفت؟ بص مين اللي جه؟ مرات خالي. ده ايه اللي جابها دي؟ بنت اللي عزمهم يا خالتي. ايوه انا عزمت عزومه مراكبيه، تقوم ما تصدق وتلزق. عمتي هناك اهي. ايه ده؟ دي معاها سموحه؟ صحيح يا اختي. وايه اللي هي لابساه ده؟ طول عمرها ما بتعرفش تلبس. موتي حبيبي. ليه يا حبيبي؟ لو لقيتهم طولوا معايا في الكلام تعالى اخلعني منهم. حب. بقول لك يا بنتي يا سعاد. ايه؟ عايزاكي تركزي كده النهارده، لازم يا بنتي تطلعي بعريس ونرجع الكويت وانت مقريه فتحتك يا بنت. يا رب يا ماما يا رب. وانت يا عماد. ماما سيلفو بلي ما تفتحنيش في الموضوع ده لو سمحتي. بلا سيلفو بلي بلا نصيبة. لازم يا ولا لازم تطلع بعروسها يا ولا، ما تبقاش فقري زي ابوك. داكور يا ماما داكور. كانت 60 نصيبة خلفة تورم ورايا ولا. اهلا اهلا يا روحي. اهلا يا هلا يا هلا يا هلا فيتي يا حبيبتي. فيتي اهلا. ازيك يا روحي عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا اختي. اهلا مبروك مبارك يا اختي. الله يبارك فيك. وايت 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 وايت. انتوا جيتوا ليه؟ جيتوا امتى؟ احنا هلا وصلنا اليوم يا اختي من الكويت. اهلا وسهلا. ازيك يا عمتو؟ ازيك يا روحي عمتو يا اختي. ازيك يا موحة؟ موحة؟ ازيك يا اعتماد؟ سعاد سعاد ازيك يا سعاد عامله ايه؟ الحمد لله. خسيتي يا سعاد ما شاء الله، خسيتي واتدورتي. ميرسي على فكره، انت الوحيد اللي خدت بالك. مين يا شيخ؟ بس انا زعلان منك على فكره. انت مين اصلا؟ انا عماد. عماد مين؟ عماد ابني. اه اهلا ازيك يا سعاد؟ انا فعلا شبهك. كنت رايح اه حلو. ان شاء الله. انا راجل بقالي سنه عامل لك اضافه على الفيس وانت ما تعمليش. والله يا اصل موضوع الفيس ده يا 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 انا مش عارف احلق عنك على اي حاجه خالص. لحظه يبقى شوف بس الموضوع يعني. لا الو ايوه الو سموح. لا طبعا انا مش سامع اصلي. طب معلش خالتي بقى خليكي مع. لا خليني ولا. لا 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 اهلا وسهلا. ايوه معاك الصبح يا حبيبي. اه ايه بقى؟ ايه يا عسليه؟ انت جبت رقم منين؟ لا ده انا معجبه بيك من زمان قوي. امال ايه الدوشه اللي جنبك دي؟ اصل انا فرح واحد قريبي. يا خساره، لو كنت اعرف كنت جيت رقصت لك مجامله. ايه ده انت بتعرف ترقصي؟ امال ده انا بعرف ارقص بالجلابيه البلدي. ايه؟ اه عارفها الجلابيه البلدي عارفها. بقول لك ايه؟ هو انت لابسه ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ انا قفشتك على فكره. انت البنت عبير بتاع الكعبيش صح؟ لا. ولا صاحك بتاع ال 30؟ لا لا لا. طيب بقول لك ايه؟ انا واخد اوضه هنا في الاوتيل، ما تيجي ترقصي لوحدي وتبقى مجامله برضه. طب مش لما اعرف مكانك الاول؟ هاجي لك. هعرفك ازاي بقى؟ هتعرفني يا سامة، هتعرفني. يا نهار اسود، دي طلعت بوسه بتاعت المعادي. لا حول الله يا رب، ده انت التقطين يا يحيى. ايوه سرنج، هات الاشعه يا عم وتعالى بسرعه. لا الاشعه دي بتاعت ابويا وانا عايزها يا عم. ما تخافش مش هديها لدكتور تاني يا سرنج. انا عايز الاشعه دي يا عم علشان هو ده يعتبر الميراث الوحيد من المرحوم ابويا الله يرحمه. أيوة. وبعدين انا ما عنديش صوره ليه يعني، فدي الاشعه دي مش صوره برضه؟ طيب يلا هاتها بقى عشان عايز ابروزها واحطها معايا في البازار. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دول؟ يلا يا رمزي، الفرشة بتاعتك هنا ليه؟ أنا مش قايل لك 100 مرة زفت الفرشة اللي أنت بتنام عليها، شيلها ما تقوم. أنا آسف يا دول، مش هعمل كده تاني. آسف إيه وهباب إيه؟ ما أنا قلت لك 100 مرة، أنت ما بتسمعش الكلام ليه؟ ولا شيل الكلام ده، شيل الكلام ده، أنا واتكل على الله. يا دول أنا آسف بقى يا دول بقى، معلش. معلش، وإيه التمثال ده؟ التمثال ده إحنا مش بعناه إمبارح؟ أيوة، ما الزبون جه رجعه النهاردة الصبح. ورجعه ليه النهاردة الصبح؟
وبعدين مين اللي كسر مناخيره كده؟ الزبون يا دولا هو اللي كسر والله. طب والزبون كسر مناخيره ورجعه تاخده منه ليه؟ هو انا ناقص خساره؟ الزبون دايما على حق يا دولا حتى تثبت ادانته. خلاص حتى تثبت ادانه الزبون. بس يلا بس يلا يا دولا. وبعدين احنا ممكن نبيعه تاني، مش مفيش خساره ولا حاجه. ونبيعه على اساس ايه بقى؟ على اساس ان ابو الهول بالمناخير المكسوره دي؟ ايوه يا دولا اديك قلتها، هو ابو الهول. وبعدين مش ابو الهول ده بيقرب لتوت عنخ مأمون؟ نهار ياسر. وكمان مش عارف اسم البضاعة اللي انت بتبيعها. انا خلاص خلاص بجد يا رمزي، انا زهقت منك. اطلع برا يلا. انا اسف يا دولا، مفيش اسف، انا مش عايزك معايا في البازار. يلا يلا اطلع برا. انا اسف. خد 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 الزبالة بتاعتك دي كمان واتكل على الله. اطلع برا. دي زبالة دي؟ اه زبالة. ماشي. على فكرة بقى انت هتخسرني. هخسرك بس اكسب البازار، اكسب مرة واحدة في حياتي. اطلع برا. ماشي ماشي ماشي. انت هتفضل مقضيها ماشي؟ طب ما تمشي. امشي يا رمزي. ماشي. ايه ده؟ انا مشيت رمزي؟ يعني انا دلوقتي قاعد من غير رمزي؟ معقوله؟ ده ايه الحلاوه اللي انا فيها دي؟ ده ايه اليوم الجميل ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحت امرك. امال الاستاذ رمزي فين؟ استاذ رمزي؟ لا خلاص الحمد لله ما بقاش في حد بالاسم ده. انا سرنجه التمرجل اللي شغال عند الدكتور اللي فوق، وكنت جايب له الاشعه بتاعته اللي طلبها مني. اشعه؟ رمزي طلب اشعه؟ اه الاشعه بتاعته. طيب انت ممكن تسيبها لي يعني؟ انا اديها له ان شاء الله. لا دي عليها فلوس. اه يعني خسايره بعد ما يمشي كمان. عليها كام؟ 20 جنيه بس. لا حاضر. اتفضل ادي 20 جنيه. اه ماشي. اتفضل يا شباب. متشكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ رمزي عمره ما قال له انه عيان. ده اشعه مخ. ده مخ حمار. مساء الخير يا استاذ عادل. مساء النور. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اتفضل. خير؟ كلمتني قلت لي عايزني في حاجه. يا سيدي انا كنت عايز منك تمثال صغير زي ما قلت لك في التليفون. اصل انا مسافر اليابان عشان عندي مؤتمر هناك، وكنت عايز اهادي صديق ليا هناك بيه. لا قوي قوي. حجمه قد ايه حضرتك؟ صديقي؟ لا. التمثال اللي هتديه لصديقك يعني؟ طيب بقول لك صغير كده. اه عشان يتحط في الشنطه بتاع عينيا. حاضر. استاذ عادل، هي الأشعة دي بتاعتك؟ ليه حضرتك خير؟ بتاعت واحد قريبي. ده حالته ميؤوس منها خالص. ميؤوس منها؟ يعني إيه؟ يعني هيموت؟ طبعًا هيموت. يا لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رمزي هيموت؟ طيب حضرتك قدامه قد إيه؟ بص أنا مش هقول لك زي بتوع التلفزيون والسينما والكلام الفاضي ده، فاضل له ست أشهر ويموت، فاضل له سنة ويموت، الكلام ده علميًا خطأ جدًا. مفيش حد يقدر يحدد هو هيموت امتى بالظبط. هو قدامه بالظبط 16 يوم و3 ساعات و56 دقيقة من دلوقتي. طب حضرتك يعني هو عنده ايه بالظبط؟ ورم في المخ في حالة متأخرة جدا. ياه، وجاله منين ده بس؟ الورم؟ لا المخ ده. عادل الترابيزة بتلمع يا حبيبي؟ عادل يا حبيبي انا بكلمك، مالك قاعد متضايق كده ليه؟ انا اصلي طردت رمزي النهارده من البازار. طب فين المشكله؟ ما انت كل اسبوع بتطرد رمزي من البازار وبترجعه تاني، هو اصلا ملطشه واخد على كده. المره دي بقى مش هينفع ارجعه تاني. ليه يا حبيبي؟ هو مسافر. هو مسافر؟ هو من جهه مسافر. مسافر ايه يا عادل؟ مالك رمزي؟ ماله؟ في ايه؟ رمزي عيان قوي يا ماما، عنده مرض خطير وهيموت ان شاء الله في خلال 16 يوم. يا حبيبي. يا عادل يا حبيبي يا عادل انا اسفه جدا، ما كنتش اعرف يا بيبي ان انت عندك احساس مرهف للدرجه دي اتجاه رمزي بالشكل المجحف ده. والله ولا انا كنت حاسس بكده ولا كنت عارف ان انا يعني هحس بكده يعني ده. طب بس يا عادل. طب ليه يا حبيبي ما فكرتش انك انت تعالجه؟ يا ماما حالته الدكتور بيقول ان هي ميؤوس منها خالص يعني، وبيقول 16 يوم 16 يوم. طب وايه الحل دلوقتي؟ الحل يا ماما ان شاء الله انا بفكر ان انا اقعده من الشغل عشان يرتاح اخر ايام في حياته، وبفكر كمان اجيبه هنا في البيت يعني عشان يعيش اسعد ايام حياته قبل ما يتكل يعني ان شاء الله. لا لا. طيب معلش مش مشكله. وبعدين في حاجه ثانيه كمان مهمه قوي يا جماعه، بالنسبه لك يا رانيا تفهمي مامتك وتفهمي اختك يتعاملوا معاه عادي يعني من غير ما يحسسوا انه هو هيموت عشان ما يموتش قبل ما يموت في
الميعاد اللي هيموت فيه يعني. حاضر يا حبيبي. وانت برضه تقولي لسنا يا ماما عشان يعني ان شاء الله يلا هانت يعني 16 يوم ان شاء الله. روشي ما تكرهونيش بقى قبل ما يموت. ايوه جاي روس على شيشة نضيفة بلاها نضيفة مع قهوة سادة الاستاذ رمزي. ازيك يا رمزي؟ رمزي انت زعلان مني ولا ايه؟ يا ده رمزي ده احنا اصحاب يلا واولاد عم واخوات ومتربيين مع بعض، لازم ترجع الشغل يا رمزي. رمزي يعني المفروض ما تزعلش مني يعني يا رمزي، حتى لو اتنرفزت عليك شويه يعني احنا اخوات. لعلمك بقى من ساعه ما انت سبت البازار والبازار بيحقق خساير فظيعه ما حصلتش. احسن اخيرا عرفت معنى وجودي وقيمه وجودي في البازار بتاعنا ده. طبعا يا رمزي عارف قيمه وجودك يعني، ده لعلمك انت اهم واحد في البازار، اهم من التماثيل كلها. طيب بص يا دول انا هفكر يعني، على فكره انا جالي عروض كتير قوي يعني من بازارات مختلفه لما عرفوا خبر الفسخ بتاع العقد ده اتسرب يعني، ده انا لسه جايلي عرض من بازار ريال مدريد. ولا انت هتستهبل يالا هتعمل لي فيها عماد متعب؟ عرض ايه اللي جالك من ريال مدريد يا شفت يا دولا صوتك بيعلى عليا تاني وفي حته غير البازار يا دولا. ماشي لعلمك بقى انا دماغي دي توزن بالك. دماغك اقعد. طيب يا رمزي اقعد. طيب يا رمزي انا بهزر معاك، ما تاخدش كل حاجه بجد كده يا رمزي. لعلمك بقى البازار مليان شغل كتير لان التماثيل كلها بقت متربه. ايه ده التماثيل حبايبي دولا وتمثال امين حتب مطرب برضو؟ امين حتب ام حتب مسميه امين مطرب وبيسال عليك بيقول في الرمز يجي نظفني. حبايبي ابقى نظفه انت بقى، انت هتكلفتني ابقى نظفه انت. خلاص يا رمزي بقى ما تزعلش بقى وما تقفش كده على كل حاجه. يلا يا رمزي بقى هتيجي معايا على البازار يلا. ماشي يا دولا ماشي، يعني انا مش عارف اقول لك غير ماشي، بس انا ليا شرط يعني، انا عايز فتره راحه 15 يوم يعني فتره راحه استجماتيزم كده. استجماتيزم؟ طب ليه 15 يوم؟ ما هم 16 يوم وبعد كده هتاخد راحه. اجباريزم. تعالى يا رمزي خش يا ابني خش بيتك ومطرحك. انت مكسوف ولا ايه؟ لا ما انا عارف يا دولا بيتي. وكويس طبعا ان انت جبت الدولاب بتاعك معاك ما شاء الله. يا رانيا خير يا عادل؟ انا جبت رمزي معايا اهو. لا حول ولا قوه الا بالله، ما مش عارف اقول ايه. بقيه في حياتك يا رمزي، بالبقيه في حياتك وانت من اهله. بقيه في حياه مين يا دولا؟ ايه ده؟ في حياتنا جميعا يعني ان شاء الله كل اللي عايشين بتبقى البقيه في حياتي. يا رانيا معقوله تقولي له بقيه في حياتك؟ يا عادل ما هقول له ايه في موقف زي ده؟ سيبيه رمزي. ازيك يا رمزي قلبي معاك يا حبيبي، والله هتوحشني قوي والله. ربنا يخليك يعني يا مرات عمي والله. دولا هو انا مسافر ولا حاجه؟ ولا انت جايب لي عقد عمل في الخليج؟ هو عقد عمل بس مش في الخليج يعني، وبعدين مش عقد عمل هو بتبقى ورقه صغيره كده من الصحه يعني. دول انا مش فاهم حاجه يا جماعه. طيب انا هنام فين بقى دلوقتي؟ انت يا سيدي هتنام في اوضتي يا رمزي. ربنا يخليك يا رب يا دولة. اكيد خايف اسيبه لوحده في البازار. انت بتفكر بحيث ان انا ما اسمعكش قدامي يعني؟ والله يوحشني غباوتك دي، والله توحشني غباوتك دي. انا عايز اعرف احنا هننام فين؟ ايه يا رانيا؟ هننام في اي حته وهي كلها 16 يوم يعني ونرجع ننام تاني في اوضتنا يعني. مات؟ بقولك يا عادل مين اللي بدأ؟ ما شاء الله بتنير اساسا، انا بردانه ومش عارفه انام. لو سمحت ما تسحبش اللحاف. طب اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ مش كفايه ان انا نايم على الارض، انا مع الارض وكمان من غير لحاف.
وانا مالي انا مالي انا مالي دلوقتي؟ احنا مش لعبنا ملك وكتابه يا ابن الناس، وانت طلعت كتابه يعني انا اطلع انام هنا على الكنبه وانت على الارض، ولو بردان اتفضى روح هات اللحاف من جوه من الاوضه. ايه اجيب اللحاف من جوه من الاوضه؟ حرام عليكي، يعني عايز انا اخش اصحيه؟ يعني كفايه بس الكام يوم اللي فاضلينه في حياتي دول ينامهم؟ حرام عليكي حرام عليكي. بص يا عادل، انا عايز اقول لك على حاجه، انا مستحمله علشان انا عارفه احساسك المجحف المرهف اتجاه ابن عمك، لكن انا هو ده اللي مصبرني، غير كده انا حطاء لان انا مش عايزه اقلب البيت على دماغك. ايه يا دول؟ ايه يا ابني انت وهي؟ ايه الصوت العالي ده؟ انا مش عارف انام. لوك 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 وراغي وملك وكتابه، ملك وكتابه ايه بالليل دي؟ معلش احنا يعني متاسفين جدا يا رمزي، احنا خش نام انت يا حبيبي، خش نام. خلاص يا سيدي قبلت اسفك، بس ما تتكررش تاني، والا والله العظيم ارجع البازار تاني. انا فاهم فاهم. لا خش انت، يلا تصبح على خير، تصبح على خير، خش نام. انا عايز اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ معلش يا راني هعمل له ايه يعني؟ هروح اقتله ولا موته؟ ما انت عارفه كلها 16، لا 16 يوم ايه ده، كلها يعني 15 يوم وثلاث ساعات الا ربع وخلاص. يا غرف داهيه، برضو عايزه اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ يا رانيا رانيا مش معقوله يعني. احنا اسفين يعني بالنسبه للازعاج يا رمزي، مش هيحصل. لا رمزي نو لحاف انت نو نو رمزي ايه ده؟ رمزي ايه ده؟ رمزي مات واتبخر ولا ايه؟ رمزي يا رانيا يا رانيا رانيا في ايه يا عادل؟ مش عارف، مش لاقي رمزي، يظهر مات واتبخر ولا حاجه وسايب لنا حاجه من ريحته، شامين الريحه. قلت لكم يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منه، شكله كده مشي وما عجبوش القعده في البيت. يعني ايه مش هيكون راح فين؟ ما هو لو كان مشي كنت انا حسيت بيه وهو خارج. وانا ما شفتوش وهو خارج من الاوضه. امال يعني هيكون راح فين؟ انا مش فاهمه انا ايه الاخفان اللي احنا فيها دي طول ايه؟ رمزي هو نايم؟ يخرب بيتك، على طول نايم على الارض، ما يعرفش ينام على سراير ابدا. لما هو هيتهب بينام على الارض ايه الاحوال؟ ما كانت لقح بره وكنا احنا قعدنا في اوضه المعيشه الزوجيه يا عادل. معيشه زوجيه ايه؟ مش وقت اللغه العربيه خالص دلوقتي. اوعي لي اوعي لي يا رانيا اوعي لي. يا رمزي 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 ايه ده؟ رمزي كان جزمه كان جزمه. ايه الدوشه دي يا جماعه؟ ايه الدوشه دي؟ انا مش قايل مفيش صوت من امبارح؟ ها؟ وبعدين مين اللي فتح الباب كده من غير ما تستأذنه؟ ما اعرفش انام يعني نون ولا ايه يعني؟ حضرتك انا عايز مقبره يعني تليق بواحد قريبي اللي هيدفن فيها، فاتمنى انها تكون مقبره فرعونيه، نظرا لاننا راجل اعمال بشتغل يعني في الاثار وكده، فتكون مقبره فرعونيه وعليها نقوش فرعونيه. فرعوني فرعوني، تحب حضرتك اعمل لك مسله امام المقبره؟ مسله ماشي اوكي، بس هو يا دوبك على قد المسله، يعني مش معقوله نخش بقى نعمل معبد مثلا زي بتاع الكرنك، ولا نعمل زي الاهرامات عشان ندفن فيها، لان اساسا المسله هو مش فاهمها يعني. حضرتك اهم حاجه بقى الرموز والحاجات اللي فيها دي. يعني النقوش. نقوش تدل على المتوفي، يعني مثلا تاريخ حياته، البطولات والمعارك اللي اشترك فيها، شجاعته. هو حضرتك ما عندوش لا تاريخ ولا جغرافيا ولا شجاعه، لكن لو هنعمل بقى يعني رموز ترمز ليه بما انه هو يعني رمزي يعني، فحضرتك ممكن الرموز دي مثلا يبقى حمار، تماثيل مكسره، حرائق، خسائر، جزمه، دي كلها حاجات ترمز ليه يعني. السلام عليكم، ازيك يا دوله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا رمزي؟ انت ايه اللي جابك من البيت يا ابني؟ بصراحة دولة انا زهقت من قعدة البيت دي يعني، وبعدين كل اللي في البيت شكلهم زعلانين. دولة ده كأنهم حد هيموت لهم مثلا. حد هيموت لهم ايه يعني؟ هو لا. مين الأستاذ؟ الأستاذ ده انا زي ما تقول كده هو يعني وكيل اعمال، واللي من غيري ما يعرفش يمشي اي حاجة في البازار، وابن عمي كمان. دولة بقولك هو مين ده وانه عايز ايه؟
ده 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 بعدين بعدين. ها أستاذ قلت إيه بقى؟ يعني إن شاء الله إمتى حضرتك هتبقى جاهز بإذن الله؟ أسبوع وأجي لحضرتك أخد مقاس الموميا، والمقبرة إن شاء الله هتكون جاهزة بعد أسبوعين من دلوقتي. إيه ده؟ دولا أنت اكتشفت في مقبرة ولا إيه دولا؟ دولا والنبي يا دولا، أنا أموت أموت وأشوف مقبرة. تموت وتشوفها؟ ما انت لو مت مش يعني، بس المقبره موجوده، هتشوفها هتشوفها ان شاء الله، مش هتشوفها بس ده. ايه ده؟ الله، ما فتحوا فرن في الحمام ولا ايه؟ بلاش هزار يا عادل، ما تهزرش، كفايه ان انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها دي. مصيبه ايه؟ رمزي ابن عمك اللي جايبه يعيش معانا هنا. انا مش قادره افهم هيعيش معانا هنا ازاي؟ هي المصياده ناقصه فرنان؟ قصدك المشرحه ناقصه قتله؟ يا جماعه حرام عليكم، دي اخر حاجه يعملها قبل ما يموت، معلش يعني نستحمله شويه، يعني هو احسن يكون حصل له حاجه في الحمام ولا حاجه، ولا استنى اشوف، احسن يكون مات. رمزي رمزي ما بيردش ما بيردش يا ابني، ده بقى له ساعه في الحمام مش عارفه هو بيعمل ايه. انا قلقان قلقان، ده لو كان بيركب مواسير العماره كلها كان خلص يا عادل. معلش يا جماعه، هو يمكن عايز يشبع من الحمام قبل ما يتكل يعني. ياسمين قلت لك مليون مره اوقفي في مكانك، خليكي حاجزه احسن حد ياخده. حاضر يا ماما. ماما ماما نسيت الشامبو تاني، ممكن تحجزي لي مكاني؟ طب بسرعه ياسمين، شوف محدش ياخد مكاني. مامي 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 يا مامي، الله يرحموني بقى ارحموني، لحسن جوزي ده انا عارفاه ممكن يجيب بنت خالته تنام على الكنبه وانا انام في المطبخ. انتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ وانا ناقص يعني هنام في المطبخ فين؟ انام في الكازارول؟ لا انا بقى اما حضرتك تنامي في المطبخ. يا اخوانا والنبي مش ناقصه تقطيم، احنا نستحمل الواد بس لغايه اما يتكل. حرام عليك يا اخي، ده ابن عمنا برضه. انا كده اكب الشاي وارجع كده. ها يتكل، ده عاوز يشرب شاي. لا بس هو الحقيقه ما قالش اذا كان عايز يشرب شاي في فنجان ولا في كوبايه، كان لازم يوضح. بطلوا افتراء بقى يا رانيا، ما الراجل واضح قال هيشربه من بوز الابريق على طول. ما اشربش الشاي عشان ازوزه، انا ما اشربش الشاي. انت ده مش عايز يشرب شاي، ده عايز يشرب كزوزة. ده بقى انا عايز يفطر في الحمام. يا جماعة حتى لو عايز يفطر في الحمام نحقق له اخر رغبة في حياته والنبي يا جماعة. يعني ايه نشربه شامبو وصابون ويسقي بالليفة في البطاس؟ الكلام ده لو عايزين نعمل له غسيل معدة، احنا مش عايزين نعمل. ايه ده؟ ايه الدوشة اللي انا عايش فيها دي؟ ايه دول؟ الواحد ما يعرفش يقعد في الحمام براحته. عم يقرا مجلة سمير وتهته؟ لا اقرا براحتك. المهم يا دول حضر لي بقى الفطار بتاعي بسرعه. حاضر. تحب تفطر ايه يا رمزي؟ الواحد يا دول بيبقى على الصبح يعني ملوش نفس كده، هون اعمل لي سندوتش ملوحه او فسيخ او رنج او اي حاجه. اي حاجه زفره وخلاص يعني. عينيا عينيا، في حاجه تانية؟ ايه هتعرف تجيبهم ولا عينيا عينيا ولا ايه؟ لا 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 عينيا اجيبهم لك طبعا. مرعوب، خايف اسيب له البازار يقعد فيه لوحده يغرق. معلش يا رمزي، اما تفكر مع نفسك ابقى فكر بصوت داخلي يعني، ما تطلعش صوتك بره عشان اسمعه. والله توحشني غباوت. يلا غور 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 غور. ايه دول؟ ما غور غور غور. ماشي كده فاضل بالظبط خمس دقايق ويموت. انت متاكد من الموضوع ده يا عادل؟ متاكد. ايه اللي متاكد؟ متاكد جدا يا اخوانا، الاشاعه بتاعته موجوده اهو، وده حسب التوقيت المحلي للدكتور. جايز الله اعلم. يا رب يا رب، ده عمره ما قال اي ولا عندي اي صداعات ولا اي حاجه خالص. ايوه، لانه ممكن يبقى المرض الموقوت المدفون اللي ممكن ينفجر في اي لحظه مؤقتا. يا نهار ابيض، لا ينفجر فينا ويموتنا. يا ماما ما تخافوش يا ماما، المرض ده مش معدي. ثانيه واحده ثانيه واحده. وحدو لا اله الا الله. انا جاهز دلوقتي وكل شيء جاهز على التنفيذ. التسليم امتى؟ انت ليه محسسني يعني كده؟ هو ان احنا بنهرب ممنوعات ولا حاجه؟ قصدي تسليم الامانه عشان نشوف شغلنا. يعني انا في انتظار دلوقتي، ان شاء الله اول ما يحصل خليك انت تحت، هصفر لك تطلع على طول. حاضر ماشي، انا في الانتظار تحت ومستني. وحدو لا اله الا الله. الحمد لله ان الجلابيه السوداء اللي انا اشتريتها نفعت اهو. وانا كمان اخيرا لقيت لي الشيل بتاعي لازمه. يا جماعه يا جماعه، راعوا شعور يا جماعه، بتتكلموا على الموضه في عزا، معقوله راعوا شعور الراجل جوه هيموت يا اخوانا. افتكرت يا عادل، والله ده انا كنت نسيت. والنبي خش يا عادل شوفه ودع ولا لسه.
ماشي هخش اشوفه، ربنا يسهل ربنا. يو مين اللي جاي تاني ده؟ وحدوه. لا اله الا الله. انت لسه ما صفرتش يا عم؟ انت محسسني ليه ان احنا داخلين مغاره علي بابا؟ قلت لك اما يحصل ويسافر هصفر لك. يلا. حاضر ماشي. وحدوه. لا اله الا الله. يا جماعه يا جماعه، يعني انا حاسس بجد يا اخوانا ان احنا مقصرين بشكل ما، انا مش عارف ازاي لكن حاسس ان احنا مقصرين. انتوا ايه رايكم؟ يا عادل ما تخش تشوف الراجل خلص جوه ولا لسه؟ عشان عندي ميعاد يا عادل. انتوا رايحين تعزوا ولا ايه؟ لا احنا لسه بنستعد للعزا، يعني مالكش انت دعوه بالموضوع ده، خش انت موت يا رم، قصدي خش نام. لا يا عم انا مستريح كده، اخش نام ليه؟ ولا تعبان ولا اي حاجه. يا نام يا خراب. يا دولة في ايه؟ دولة في ايه؟ انا اتخضيت في ايه؟ رمزي كنت عايز اسالك سؤال، هل يا ترى حاسس ان انت عندك صداع نصفي مؤقت؟ انا حاسس ان انا جعان، عايز افطر يا دولا، عايز افطر. الحق يا عادل ده لسه عايز يفطر. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ اي حد بيبقى مثلا هيعدموه ولا حاجه قبل ما بيموت على طول، وقبل ما يعدموه بيسالوه نفسك في ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي يا رمزي نفسك في ايه؟ نفسي ابطل سجاير. بطلها يا رمزي، بطلها. رمزي كان عندي سؤال تاني، هل انت للاسف حاسس بان انت عندك عمى مؤقت مزمن؟ مؤقت مزعن؟ ايه ده دول؟ انا مش فاهم حاجه. دول ايه رانيا بتقول ايه؟ لا مش مهم مش مهم، خش انت مود، خش انت نام دلوقتي، خش نام خش نام. لا يا دول بص انا بقى مستني واحد صاحبي كده علشان هيجيب لي الاشاعه بتاعتي. الاشاعه بتاعتك؟ الاشاعه الاشاعه الاشاعه. قصدك دي يا رمزي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هي دي صح. ايه اللي الاشعه دي؟ ايه اللي جابها هنا؟ ليه كده يا سناء؟ ليه كده؟ يلا بقى يا اخي خلصنا، خليه يعرف الحقيقه العاريه، يعرف ان هو هيموت دلوقتي في اللحظه دي حالا ونخلص بقى. انا عندي معاد يا جماعه، عندي بس. ايه ده؟ مين اللي هيموت ده؟ دول مين اللي هيموت؟ انت يا بني ادم اللي هتموت. انا هموت؟ انا؟ صراحه يا رمزي ايوه انت هتموت يا رمزي. ايه ده؟ مين اللي قال كده دولا؟ مين اللي قال كده يا جماعه؟ مين؟ الدكتور هو اللي قال كده، وبأمارة الاشعه دي كمان اثبتت ان انت هتموت يا رمزي. يا جماعه يا جماعه ما تحزنوش قوي كده، الاشعه دي مش بتاعتي يا دولا، الاشعه دي بتاعت المرحوم ابويا الله يرحمه يعني، فانا قلت الواد سرنجه يجيبها لي عشان احطها بقى اصورها كده، وما عنديش صوره لابويا. يعني انت جايب الاشعه بدل صوره ابويا؟ يعني انت مش هتموت؟ لا يا دولا، ده ابويا يا دولا. يا عم خضتوني بقى، انا عايز افطر، عايز افطر بقى دلوقتي. امشي امشي. لا تمشي، وده كلام هنفطرك. هات الاشعه دي بتاعت ابوك الله يرحمه. الله يرحمه. وانت عايز تفطر؟ ايوه دول بقى بسرعه. الحقوا يا جماعه رمزي عايز يفطر.